سيدة يا نقارة يا سيدة يا نقارة دبر علي بدبارة يا سيدة يا نقارة يا سيدة يا نقارة يا سيدة يا نقارة دبر علي بدبارة يا محبوبة يا ساكنة في منوبة والقدرة هي منصوبة وبخورها في المجمرة يا سيدة نخارة يا سيدة يا نخارة يا سيدة يا نخارة دبر علي بدبارة يا سيدة يا محلى ذكرك في فمي انت اللي جليلي همي امي حلوة ومصرارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا عندي لكم سيربريز كبيرة 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 برشا ما نشوفوهش برشا في اللي بلاتو على خاطر ضيف متميز اليوم باش نستقبلوا مبعثنا من أكبر نجوم الفكاهة والكوميديا في المسرح والتلفزة مونجيل عوني أكثر 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 بعد شدوا الصف 10,000 10,000 من عند مونجي خاصة البنية ذيك عندها سنتوحة هكا طالعة شوية مونجي أبار أبار الصراحة أبار تفديك هذايا دخلة واستقبالك هي معناها يعني الكثير والكثير محبة الناس محبة الجمهور طبيعي وخاصة هذوما معناتها جينيراسيون اللي أبوبري فيهم الشطر اللي ما تفرجوش في الحاجات نتاعنا بالك شافوهم في الانترنت مادام هكا مونجي مونجي ما قلنا لهمش قولوا مونجي مونجي ما عطيناهمش إعاز يعني نتاع نتاع صفقوا ولا عملوا معناها ديما عندنا لوجيكمون كي يدخل واحد يستقبلوه أما كي قاموا يعيطوا كمونجي مونجي بالنسبة لي أنا الجمهور يحبك كبير وهذا هذا هذا اللي نتمناه ونحبوه انه فنانين معناها يقعدوا ديما محبوبين العباد تحبهم ويقدروهم والفنان عبد التاريخ والوقت يقعد محبوب بخدمته وبفنوره واللاعبين فمش شيء طبيعي شيء طبيعي دونك مونجي باش نحطوا كما انت خاطر تو مونسيوني في كلامك قلت فيهم ناس ما تعرفنيش بشيء طبيعي هذا جينيراسيون صغيره كي تقعد انت خلينا نوضحوا للجينيراسيون اللي نقولوا 10 20% ما يعرفكش والناس اللي ممكن تخاف لتهكا ولا نسيت تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين مونجي العوني انت من العباد وانا برو معناها مش كان واحد انا من الناس اللي شاهد على العصر هذاك وتربيت على سكتشواتك تربيت على الغناية متاعك خاطر كانت عندك كاساتات تخرج وتندخلوا بالديتاي بعد سكتشواتك كانت العباد تمشي تجري باش تتفرج فيهم في رمضان وفي غيره نتذكر زادة كل نهار لحد كنتوا موجودين مع نجيب الخطاب الله يرحمه معناها تفتخر انك اليوم وصلت انك ريفيرانس في تونس والله هو ريفيرانس بالذات ليه معناتها
ريفيرونس بالك عند العباد معناتها الواعيه شويه وتعرف وكل شيء. لكن المشكله اللي عندنا في تونس بالذات انه الناس تتناسى فاسيلمون. معناتها الاعمال اذا كان يبدا الاعلام ماهوش مواكب العمل هذيك، وذيك الحاجه الخايبه. معناتها انه تعرف اللي اي انسان ينسى الماضي نتاعو ما ينجمش يريق للحاضر والمستقبل نتاعو. ونحن قاعدين نعملوا في الغلطه هذيك، مش في الاعلام ولا في المسرح ولا في الفن بركه، في الميادين الكل، في كل شيء. حاجه اخرى، انا نتذكر كاساتاتك زاد ماكينه ماكينه انت ماكينه ماكينه العرق يصب علينا كل مع بعضنا. كل ما اشوف الكاساتات انا عبر ما بديت بنديري يا بنديري صبح الدقات ونادى دقيتك مره وجوني كلمات ريت نحفظ لك صاحبي. سي بيان بي جينيراسيون تاثرنا بيك وقبل ما نكون ممثل قبل حتى شيء صغير يا كاينه يا ماكينه في الكاسات. ثم حاجات اليوم قعدوا في التاريخ وغيره، لانه كان في وقت معين النقد كان حاجه صعيبه برشا وحاجه تابو. تعرف اللي معناتها في وقت معين في تونس الواحد ما عندوش الحق يتكلم في برشا حاجات، ويلزمك تلوج فكره وتلوج حاجه باش توصل تنقد وتحكي على حاجه. هذاك علاه نحب هذيا العباد يسمعوها قبل ما نعرفش عاد زين ولا عهد بورقيبه هذيا تقال. قالوا مشيت للطبيب باش نحي زرسه. نحيت زرسه من خشمي، قالوا كيفاش زرسه من خشمي؟ قالوا فما واحد ينجم يحل فمه. هي ما هذه خذيناها من المسرحيه الفرجه في المسرح. مثالش اما تقالت وسمعناها نحن وقتها الناس الكل تحط. اما بنديري بنديري الدنيا مع الواقف لو كان يبدا بغل ومعناتها وتحكي عملنا كيما معناتها كيما مولير تحكي على تحكي على الحيوانات وتعني بهم العباد، وهذيك كانت العباد تفهم بالالغاز، كانت وقت التشنشينات والالغاز. فوالا كنت تحكي لنا باختصار على البيريود هذيك منجي. شوف العباد ما يخايلوا ساهل الضحك وقتها. شو كيفاه البيريود هذيك؟ هي المسرح والفن يلزموا يكون كيما الكوره، العباد اللي تبدا مثلا يلعب الكوره ويترينا في الكوره من ليكول، يتعلم الكوره كيفاش يبمبيها كيفاش يعمل التماس، يبدا بشويه بشويه. الفن يلزم واحد يكون بدا عمل المسرح. نحن بدينا في نادي مسرحي. انت ظهر لي كنت لونفون بروديج لانك 16 ظهر لي تخدم في الكاريتا. اقل ما 14 عملت كاريتا. 14 كاريتا معناها مش لاعب سي ان. كاريتا اللي ما يعرفوش لي جون سي كيما تقول انت مثلا ما نعرفش مسرحيه من المسرحيه من اهم المسرحيات في تاريخ تونس في الدراما اللي فيها لمين نهدي انت. تو نحكي بالديتاي، هو نحن عملنا فرقه المغرب العربي وعملنا برشا مسرحيات خذيت معناتها صيت كبير برشا، وكانوا العباد يقصوا وليزيتيديون والناس تجي تتفرج. اخر مسرحيه عملناها اللي هي الفرجه، عملناها في كارتاج، وعملنا عملوا لنا تهمه بها، دخلنا ثلب رئيس الدوله خرق قوانين البلاد، دخلنا للسجن. شكون هم هذوما اللي دخلوا السجن؟ انا ولمين؟ لمين دخل السجن معاك بارابور المسرحيه هذه؟ اي المسرحيه هذه في الفرجه دخلنا قعدنا ثلاثة اشهر معناتها وقوف، ثلب رئيس الدوله خرق قوانين البلاد، مع العلم انه بصدق معناتها انا شخصيا اللي في الوقت بتاع الزعيم بورقيبه انا نحب بورقيبه، هذا ما يمنعش غلطوه اللي نحن سبينا وولت المشكله هذيك. ما تعرف التكامبين موجود من الاول من الباز. كي خرجنا من السجن عملت كاسيت بنديري بنديري اللي فيها الدنيا مع الوقف اللي كان يبدا بغلزة اللي عمل الضجه في البلاد. نعرفها وصلت العباد معناها دون لو تون، العباد كيما توا يحط سي دي ولا هكا ام بي 3 في الموسيقى نتاعو، العباد كانوا يحطوا بنديري بنديري في كراهبهم، معناها يطلعوا في حوض يبداوا نهار كامل يحوسوا حتى كاسيت. وقتها طلعت الموضه نتاع الكاسيت. حتى لمين نهدي عمل الكاساتات مع بعضكم؟ عملتوا كاسيت مع بعضكم؟ لا ما عملتش مع بعضنا، انا بديت بالكاسيت وعمل هو نور الدين. هو ونور الدين فوالا. عملنا برشا كاساتات مش نحن بركا، ونصر الدين المرحوم نصر الدين الله يرحمه قعد برشا زاد يعني. في عمل برشا كاساتات ونجح. نصر الدين خدم معاكم؟ نصر الدين خدم معنا يخدم معنا. معناتها انا قلت لك اغلب الفكاهيين والممثلين خدموا فرقة المغرب العربي، معناتها فرقة المغرب العربي كانت ريزرفوار كبير برشا وفيها ممثلين. شنو الفرق ما بين الفترة ذيك والفترة هذه منجي؟ شوف علاش خليت الفترة ذيك فما عمالقة في الفن يطلعوا، ناس متمكنين، ممثلين جايين من المسرح، واليوم فما شو الفترة هذيك الفنانين معناتها سي ديفريز ارتيست، مش معناتها اللي توا ما ثماش ديفريز ارتيست. الفترة هذيك العباد يخموا في المجتمع نتاعهم، يخموا في البيئة نتاعهم، يحبوا يوصلوا ميساج على المشاكل اللي موجودة الحياتية. لو بروبليم الفرق بين وقتها وبين توا انه توا مشاكلنا أكبر من قبل، لكن العباد تحب تحكي على حاجات أخرين اللي ما عندهاش دخل وما عندهاش حتى علاقة بالمجتمع بيدو. كي نشوفك والله الحباد اللي حبوك وشفنا شفناكش وحدك، شفنا معاك من اكبر الممثلين اللي نور الدين بن عياد. نور الدين بن عياد من 2017 بورتون نجحتوا برشا من 2007 نجحتوا برشا. شو كيفاش فماش ريحتكم؟ معناها ومعناها وما عادش فما ريحتكم مع بعضكم. هو باش نقول لك هي الامور راجعه بطبيعتها انه السيستيم بيدو تبدل. راهو بين الزعيم بورقيبه وبين بن علي وبين الثوره سي با لا ميم شوز. تسمع فيا انا شخصيا نقول لك مثلا في وقت بورقيبه دخلت للسجن،
في وقت بن علي نخدم عام وربع سنين يوقفونا. بعد الثورة رجعت في حنبال عملت حاجة صغيرة وغيره كل شيء، خرجني محمد المرزوقي في كتاب الأسود. أنا بيدي ما فهمتش روحي تابع شكون. لا نحكي لك منجي، نحكي لك على نور الدين بن عايد. اي قلت لك نور الدين معناتك الديو، نحكي لك على الديو. الديو كيفيت الخدمة وفيت الديو، فما خلاف فما حاجة، فما حتى خلاف. وأنا مش شو كيفية في الدنيا هذه، راو حتى أن كوبل يجيبوا الأولاد وغيره ما يقعدوش يعيشوا مع بعضهم، معناتها أنا موا جو بو فير دي شوز تو سول. تسمع فيها؟ لا نفهم ليفوليسيون دان ارتيست وحده. يلزم واحد يلزم يكون وحده، اون بليس انا ونور الدين مانيش فار تومبيرامون، مش حكايه ارتستيك. منجي انت لي زاني 80 لي 80 لي 90 لي 2000 سورتو لي 80 90 شويه فان 90 انت لا ستار دي ستار. انا نعرف لافايات العباد تحب تجي تقعد معك، لافايات العباد تحب معناها تتصور معاك. شو شو هي نكمل لك منجي معناها فما لامين وفما منجي وفما نصر الدين وقتها مازال ما ضربش كيفكم بعدكم جاي نصر الدين الله يرحمه. فلوس نذكر وقت الاودي شكون يكسب الاودي هنا تي وقت وقت الكرهب كرهب عندك منجي معناها فنان شكون كان شكون سامحني شكون كان فنان يكسب كرهب ولا يعمل اودي قبل ولا يعمل فلوس شيء طبيعي شيء طبيعي لكن من بعد هذايا منجي ولا ظهور معناها وقت اللي ما فماش برشا خدمه وبرشا تلافس انت موجود كثروا التلافس وكثره الدنيا خاطر المعاملات ما عادش موجود شو كيفاش خاطر المعاملات اللي تبدلت راهو اللي ستانس بالعز ما ينجمش يخدم بالدز تسمع فيا انسان اللي هو بالخدمه نتاعو ولا اون فيديت اللي تحترمه العباد وتعجبه لانه يعمل في سكتشات نقديه يقدم فيها للمجتمع ويعاون فيه. ونحن ما عملناش واحد ونا با كونستروين فورتون خاطر نحن وقت اللي نعملوا في السكتش ونعملوا في المسرحيات نخدموا للشعب الكريم، نمشيو نعملوا عروض في رماده في تطاوين في الفحص في سليانه في البقايه على المهمش. منجي 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 كنتوا دي ستار هذايا ما ننكروش، وانا قلتوا وانا تعرفني شاهد لعصري ونعرفكم وتربيت عليكم وتربيت عند الكبارات الكل متاع تونس. شوف منجي خدمتوا المسرح هذايا وتعذبتوا لكلكم من لامين النصر الدين كلكم تعذبتوا جيتوا في ظروف، لكن زادة جات بريود حلت معاكم ما فماش تلفزه ما تخدمش معناها من غيركم، ما فماش سكتش ما تلفزه واحده عليه، فماش مهرجان ما كنتش موجودين فيه واحد. وزاد الوحيدين توا خاطر الجينيراسيون هذه مش تعمل فيها خدمتوا عروسات، فما عرس يتعمل من غير منجي عوني ولا فلوس منجي فلوس شو كيفاش باقي سي با سا راي الفلوس تتوجد وقت اللي ولات السينما والمسرح والتلفزه ولات اندستري، وقت اللي ولاو عندنا برشا تلفز دخلت الفلوس ودخلوا الجماعه ذوما نتاع الطماطم. لا 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 منجي نحكي على التلفز، نحكي وقتها كيفكم سكون الممثل اللي كان يخدم كان الفكاهيين قبل الاخرين يتفرجوا. سي بافري البريود نتاعنا نحن طلعت فيها اقوى الاصوات في الفن كما ذكر محمد ومينا فاخر يا مغنين يا انتوما يا مغنين يا ثلاثه من الناس. منجي علاش تحب تنكر اللي كنتوا؟ مش ننكر مش نكران، بتبيعته ما ثماش برشا فلوس في البريود هذيك، الفن ما عندوش قيمه كبيره، راهو توا ناس ما عندهم حتى علاقه. ناس كيفك في الواحد ما نحبش نسمي ولا اغنيين. سي با لا ميم شوز، مش كيما واحد يغني راهو في كباري ويغني في الواحد كيما واحد يعمل التياترو. التياترو ما فيش برشا فلوس راهو، كونت في ان بيس دو تياتر، الفرجه نحن كنا نعملوا كومبلي في كارتاج. باش تنكاشي نتاعك 50 دينار ولا 30 دينار، تو بو با دوفنير ريش، اش علينا في لامين ما عملش فلوس؟ والله ما مش نعرف عليه عمل ولا ما عملش، انا بانكا نتاعو والله العظيم ما نعرفش، انا جو بونس عمل الفلوس في مكه وزكيه ما نتصورش البريود هذيك فيها الفلوس. المشكله نتاعنا مش مشكله فلوس، المشكله نتاعنا انه ثم بريود بالبريود هذيا. البريود هذيك ما فيهاش حريه، مالغري سا الفكاهه عندها مستوى عالي كبير برشا. البريود هذيا فيها حريات وبرشا دي تابو تنحات، ثم عباد تحاول تخدم وتقدم حاجات حلوة وتعجب الناس، لكن الأغلبية ماهوش ضمار، الأغلبية اللي قاعد يصير تجوليغ وتجلطيم سوني با دو ليمور. الضحك الضحك يلزمه مالي كما في الكورة بالضبط، راهو الكورة يلزم منور دو جو ياخذ الكورة يعطيها على اليمين يسنتر الآخر يطلع الآخر يضرب بالراس باش يماركي البونتو. توا الفكاهة ولات اندستري، المشكلة نتاع التلافز هذوما ثم عباد عملت تلافز خلقونا ستار اكاديمي نتاع فكاهه ومتاع غناء. الحاجه الباهيه عبد وقت يحب ينجح تلفزه يلزم قبل كل شيء ينجح في عينين المجتمع العباد، يلزم واحد يقدم لهم برودوي اللي يخدمهم هما ويخدم الماضي نتاعهم
ويخدم الشخصية التونسية، معناتها ما يعملش إفاسمون، مش يفسخ الشخصية هذه متاع التونس الكل، وهذا الشيء اللي ريته أنا في الحوار التونسي مثلا. شو معناها إفاسمون؟ شو معنى شو عمل الحوار التونسي؟ الحوار التونسي فسخ الهوية التونسية. التونسي أنا فسرتها في الانترنت وقلت التونسي بطبيعته من أول الدنيا التونس قافزين راهو، مش الجينيراسيون هذه بركة تعمل الكوبيت ويشطحوا المودرن ويتبعوا الأمريكان ويغنيوا بالفرنسي وغيره، من أول الدنيا التونس قافزين لكن متأصلين. كيفاش الحوار فسخت الهوية؟ ما عارفش نقول لك كيفاش تفسخ الهوية. بديت بالكوبي كولي. الكوبي كولي اللي يتعمل في البلدان الكل، موجود في لبنان. لبنان فيها مسيحيين ودرز وغيره وكل شيء، وفيها ستار أكاديمي. الكوبي كولي هو اللي هلك كل شيء في تونس، خاطر التلفزة يلزمها تكون عندها برنامج زوز برامج كوبي كولي، مش البرامج الكل يا معلم. الحوار التونسي راهو سامي الفيري، البرامج الكل كوبي كولي، راهو المسلسل نتاعو سانس اوف اناركي سيرقوا عاملوا ولاد مفيده، سيرق دالاس ولي فدو الامور وعاملهم مكتوب ويحط عن فكره لفلان الفلاني. يا اخي العباد جهال ما يعرفوش يا معلم. جينيراسيون كامله هذيا تتفرج في لي سيري ويتفرجوا في باور وفي كينغ وجيم اوف ترون والدنيا الكل. ومونجي اللي سامي بالرغم هو انا مانيش متفاهم معاه في برشا حاجات ومن الناس اللي ديما نوقدوا، وانا زعما اليوم في قناه اخرى اللي هي تنجم تكون قناه منافسه، ما ننكروش اللي سامي القناه نتاعو ناجحه برشا، العباد تتفرج فيه، فما ناس تدافع عليه، برامجه ناجحه، مسلسلاته ناجحه، وخرج دي ستار. ننكروا هذا؟ نحن ما قلناش مش ناجح، نحن قلنا الشيء هذاك ماهوش فايده للبلاد. اون بلوس دو سا، اون بلوس دو سا يزمك تعرف ثم بروفيرب يقول حريه في وطن الفاسدين نتاعو والمجرمين نتاعو احرار ماهيش حريه. تفهم فيا؟ انا جو بونس كو سامي الفاري يا اخي قرا في السوربون، بالك قرا في هارفارد يا معلم، وجاي عمل تلفزه حلها، منين خذا الفلوس نتاعو؟ مهم الوطنيه، مو بالترافيك نتاعو من الوطنيه. مش مشكل هذيك، اعطينا توا المحتوى، هذيك امور في القضاء، امور ماناش باش نقولوا له. لا امور في القضاء عندنا راي فيها، ماناش مهنتنا انا وياك نقيموا سامي سارق ولا مش سارق، هذيك اموره، هذيك نحكيو توا نقيموا فنيا. انا نسمع كي تقيم لي فنيا مثلا الحوار ولا التاسعه، شنو هي مشكلتك مع سامي؟ بالضبط ما عنديش مشكلة مع هو، أنا عندي مشكلة مع التلفزة نتاعو نجم تفسخ الشخصية التونسية. شو مدخلك أنت؟ وش مدخلني؟ أنا فنان وعندي رأي في الأمور هذه وخدمتي النقد، أنا جو كريتيك. بالكش خاطر ما عيطلكش سامي؟ لا خويا ممكن عيطلي ما نخدمش معاه هنا، وتعديت في لباس مرة وما عادش نتعدى جملة. عليه؟ ما سي با مون جور، أنا مش نوعي، أنا ذاك قاعد بحذا طفلة معرية روحها كومبليتمون ومبنك بحذايا، أنا نحشم ما نحبش أنا العائلات تتفرج في التلفزة تتفرج في حاجات هذيك، مش بتاعي مش لعبتي، أنا مانيش فرنساوي، أنا تونسي وعربي لكن متحضر لكن قافز، مش بالعريا والقريا وبالفازات هذوكم باش واحد يقدم عمل جيد وحاجة باهية. معناتها لو بروبليم نيباس. بالك سي فما ديكالاج مونجي ما بينك أنت اليوم والمتلقي الجديد، فما شكون توا مثلا من العائلات والعباد باش يقولوا يا محليه مونجي إنسان محافظ ويفهم القيم، وفما اللي باش تظهر له مش محافظ خلينا عادل علمي. لا لا تحكي هكا تحكي هكا كفنان محافظ، توا انا مثلا نمشي بلاتو مينش فيها معريه روحها معريه ساقيها ساقيها بالشعر امورها، فهمتي؟ ما عنديش كل نظره معناها الاخلاقيه الا اخلاقيه في بلاتو، يا بلاتو عندي منقول يا بلاتو ما عنديش منقول، هذا هي النظره الاخلاقيه ذي في الفن متقلق شوي، لكن نفهمك كي تقول هكا نفهمك راهو مش معناها فما تكون تفرج فيك قلت تبارك الله على مونجي والري على ولدي انسان محترم هاو الفن نحبهم، فما اللي يقول تي مونجي تو يحكي لنا في حكايه قديمه طفله عريانه والدنيا محسوب مونجي ما قعدش معناها شنو دخل المعلم تو واحد كي يبدا نظيف وعاقل تسمع فيا ويقدم ضحكه حلوه ومخدومه وفيها ثقافه وفيها وعي للمجتمع نتاعو يولي قديم. ما قلتش عليك انت قديم، نحكي على المال نحكي الحكايه نحكي لك عن نوعيه، هو سكيل فيه اللي يعمل فيه هو قديم، اللي خرج دي جراند ديزارتيست خرج فكاهيين طياره برشا، خرج اولاد جدد. ما نحبش نحكي على الفكاهيين، ناس يخدموا لارواحهم زواوله يعملوا في سكتشوات وغيره، انا نحكي على السيستيم فيزيوال. تو كي تقول الضحكه تبدلت مونجي والمشهد تبدل وفما 90% من الممثلين الفكاهيين بروقوا كلونات ودرا شنو؟ لا مش كلونات، انا قلت جوليغ. اش معناها جوليغ مثلا؟ توا الاولاد هذوما اللي قاعدين يطلعوا والعباد تحبهم ويضحكوا لي جون هذوما وهذوما زاد ما عندهم تكون يلزمهم يضحكهم. شوف كيما بوتيتر نحن انت ولا انا توا خاطر تسمى كبرت ولا انت بارابور للجينيراسيون اللي قبلك اللي هما الكبارات السملالي وغيره وغيره، خاطر فما ناس زاد اصحاح صحيح ولا تظهر الجوليغ؟ لا سي با لا ميم شوز، نحن ناس خرجنا من التياترو بالباز، الباز صحيحه
السيس كيما الدار وقت اللي تبنيها وتعمل لها سيس بالكدا يطلع كل شيء حلو. يلزم السيس قبل كل شيء. ما ينجمش واحد باراشوتي ويولي يحب يعمل حاجات اللي تعجب الناس، اللي يهم هو المجتمع التونسي. اعطيني يا سامي تا مثلا ان جون كوميديان خارج يعجبك موش يجولك. انت ماكش فاهمني، انا البروبليم نتاعي سوني با لي جون كوميديان، البروبليم نتاعي هو السيستيم الميديا اللي هي حرمتنا من العمل نتاعنا. باهي حرمتك من العمل، معناها انت تو اعترفت اللي كلكو بار مش المشكله، المشكله تولي بيرسونيل بينك وبين الميديا. اش معناها حرمتك؟ لان ماني با بيرسونيل، معناها حرمتك من العمل، معناها انت عم في حاجه قويه برشا شيخ بها جمهور وما حبوش يعديوك. سي بوسيبل. شنو هي سي بوسيبل؟ بيان سور. كيفاش؟ يقول قائل من علاش العباد الكل تتعدى وانا 10 سنين ما نتعداش؟ في رايك انت علاش؟ علاش ما تسالش روحك انت؟ علاش ما تتحملش المسؤوليه؟ انا مثلا كان نقعد توا غدوه ما ينجمش واحد يتحمل مسؤوليه نتاع 10 سنين، راه واحد ينجم يتحمل مسؤوليه نتاع عام. وقت اللي انت كرياتور وتكتب الشيء اللي تعمل فيه تسمع فيها وتمشي وتقدم الواحد نتاعك يسمرش با. سامحني تلفز بركه ما شي عيطولك. شنو تلفز يا اخي؟ انا نخدم في التلفز اللي يجي يا اخي، انا عملت كارير باش نولي شلاكه من بعد. لا 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 لطف عليك وماشي هذاك، ما نحبوا نفهموا الموضوع. وسامحني خويا، موجود 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 في المهرجانات في المسرح. شو كيفاش؟ انا عملت كارير دو تلفزيون في الاخر. المسرح المسرح عملته من الاخر. عملته المسرح بعد عملت اون كارير. اعترفنا لك بيد ما دخل. لا لطفي، بعد عملت اون كارير دو تلفزيون وليت نخدم كان على التلفزه. وهذا نخدم على لي فاريتي ونخدم الواحد. وينك توا في هذا؟ خليني نحكي لك، خدمت مع اكبر المنشطين اللي خلقتهم تونس اللي عندهم مستويات باهيه، اللي هما نجيب الخطاب، صالح اشغام، هيل الركبي. ما خدمتش مع بيد اخرين، سي سي سوميتي، الناس هذوما مثقفين يقدموا حاجات باهيه. بيان سور كل واحد منهم خدم من النظام اللي كان يخدم فيه وموش عيب. تسمع فيا. سامحني خلينا نرجعوا للسؤال، الجينيراسيون تاعك مش كان انت اليوم كازيمون بخلاف لمين قعد يحارب في المسرح؟ في المسرح انكزيستونت في اللي تيلي. سامحني في اللي سي نوفو سيت كوم، في الدراما، في التمثيل، في المسرح، في المهرجانات. هذايا مش ملم انك تبدا عندك ممثلين كبار انت والعباد تحبهم نورمالمون انت تعيط لهم، ما يجيوش يشدوا الصف. اون بليس دو سا تحكي على التياترو، وانا عملت مسرحيه، عملت وان مان شو، لكن لو ماركتينغ والانتاج نا با سويفي. وقت اللي عبد تغيبوا شو كيفاش؟ سامحني انت كي تجيب مايكل جاكسون كان جاي ما توفاش وتخليه 7 سنين ما يظهرش في التلفز وبعد تجي تحب تعمل له جرون جالاي. استنى استنى استنى، انا قست تنقيز احلو. انت ديرنييرمون عملت مسرحيه. عملت مسرحيه. قداش ليها؟ ومع شكون؟ عملت مسرحيه انا منصف الذويب، عملت ولدي البني رئيس. قداش من عرض عملت؟ شو ما هو مش فايده في العرض. في شي منزي جاوبنا بالارقام. مش فايده في العرض. ثلاثة ارقام، ثلاثة عروض. ثلاثة عروض. ثلاثة ولا أربعة عروض. ثلاثة عروض. معناها انت تعتبر المسرحيه ناجحه لكن ما خذتش حظها؟ بيان سور. معناها تقول انت جاء الجمهور وضحك برشا ومن بعد المسرحيه عليه. انا نعرف المسرح حسب تجربتي، هاني انا جات بريود ما عنديش ميديا وتلبس كل سكرت عليه والمسرحيه نتاعي فرضت روح. العباد اللي جاوا تفرجوا، شوف اي انسان ينجح يلزم ماكينه كبيره وراه. وقت اللي يبدا الاعلام مش معاك، وخاصه الاعلام الضارب كيما موزايك ولا حوار التونسي ولا غيره، يصوروا لك وما يعديوش العباد يحكيوا عليك، وما يعديوش العباد يقولوا شنو المسرحيه هذيك سمرش رابا. هذه تلعبت السياسيين مش فنانين. معناتها ما ينجمش واحد يرجع الحاجات الخايبه الكل في روحه. الاعلام نتاعنا بعد الثوره عندهم الحق. الاغلبيه العباد قالوا عليه اعلام العار، هو اعلام العار بور دو مونجي. معناها المشكله توا في الاعلام، في المسرح بيدو، في المهرجانات، في منصف ما يعرفش يبيع. لا ما قلتش في المهرجانات. تي هما زاد ماكش موجود في المهرجانات. لا خاطر ما وصلناش للمهرجانات، انا عملنا وانا ما نشوفش. المهرجان توا يتيزمو يتفرج في التلفزه باش يعيط لك جو كروا با. مهرجان يسمع مثلا ريت لمين نهدي توا مثلا، هاو يحضر في مسرحيته، مازال ما تعداش في التلفزه، المهرجان الكل كلمه. لطفي عملت ثلاثة عروض في الكوليزي. تسمع فيا؟ يلزم انت يلزم ثم قاوق. تنجمش عبد يكون واقف كيما تجيب ملاعبي كان قاعد على البنك مضروب على ساقه وتهبطوا الماتش الاول تحبوا ماركي 5 بونتو. امبوسيبل. اوكين مو تنجم تراجع روحك اما مو تقول بالك شي الغلطه مني. لا الغلطه مش مني. ما تشوفش لي جينيراسيون نتاعك اللونجاج نتاعهم. سي ان كومبلو جينيرال مع بعضهم. انا فصيح اللسان. هي ذي راهو يسميوها نظريه المؤامره. مؤامرة؟ لا نظرية المؤامرة. لا لا فما إنسان يقول لك هي مش نظرية. ما يقبلش إنه ما مشيتش معاه، أسهل حاجة. لا لطفي. يسكر ويقول هذوكم ظلموني. هي ماهيش نظرية مؤامرة، هي مؤامرة. شكون هم تآمروا عليك؟ تآمروا علي الميديا. الناس تاع الميديا مستنسين بعض. معناها تصور أنت اليوم التاسعة طلبوا سامي الحوار وطلبوا نسمة، قالوا اسمع.
منجي نسكروا لي لا سامحني ها وعندنا دي جون قاعدين هنا شكون فيهم شيف حاجه نتاع مولدي البناي في التاسعه ولا في الحوار التونسي ولا في اي تلفزه اخرى تسمع فيها ومعروفين العباد اللي يخدموا على الامور هذيا كل واحد عنده اللوبي نتاعو انا قلتها قلت في تونس وليت كل مقاولات نتاع البناي كل مقاول عنده البنايه نتاعو كيما مقاول عنده بنايه تلقى واحد عنده جماعه نتاعو عنده ماكينه كامله تخدم فيه تدزلو في الخدمه هذيك وعنده دخل تو انت قلت لي جون ومن جون ها باش نوريك ان جون تو باش نستقبلوا مع بعضنا منجي نحبك تعطيني رايك في ان جون اكتشفناه نحن في الميسيون هذه لا لا تو نستقبلوا مع بعضنا سيزار انا مانيش كذاب انا نحب الكذب نعشق الكذب كي كنت صغير ربيوني قالوا لي كان الكذب ينجي الصدق انجى وانجى قلت له بابا ايش نقسمه اعطيني انا الكذب ينجي وانت خذ الصدق انجى وانجى انت كبير العائله ونحبوا ديما نغزوك بعين كبيره انا ما يهمنيش فيك تصدقني ولا اللي يهمني الكذبه تمشي صحيح نحب الكذب اكثر حاجه نشيخ عليها في الكذب وقت اللي نبدا فايق بيك اللي انت فايق بيا اللي انا نكذب غادي ونزيد الشيخ غادي ونزيد نكذب واكثر حاجه تغششني وقت اللي تكذبني وانا نكذب نورمال ما تحشمش قاعد نكذب راني الكذب فن تكتيك الكذب عنده قواعد مش هكاك تكذب ببهامه انا بالكذب متاعي صحب الطفله لاباس عليها ومتثقف وانا مانيش لابس عليا ومانيش مثقف معناها فقير وبهيم لطف طلبتني المره الاولى ما هزيتش المره الثانيه ما هزيتش المره الثالثه هزيت وي لحظه في بالكم اوكيك على الهمش هزيت المره الثالثه ليه تكتيك كانت لازم المره الاولى معايا داركم صغيره في صح هزيت كانت لازم المره الثانيه داركم اس بلس 2 الكبيره الصغير من المره الثالثه ما نقعد لوش برشا على التليفون وي معاك وي ما سمعتوش تليفون خاطرني كنت في بيت خويا وتليفوني في بيتي يتشارج تكتيك نمر واحد معناها عندنا برشا بيوت وي لا مازلت ما تعشيتش كلمت البون باش تسخني العشاء تكتيك نمر اثنين تكتيك نمر اثنين معناها لابس علينا وعندنا شكون لاهي بينا وي لا لا امي لوتا في الصاله قاعده تفرش تكتيك نمر ثلاثه معناها دارنا على تقهير وي لا بابا ماهوش معاه في الجنينة قاعد يلعب الكلب تكتيك نمرو أربعة دارنا كبيرة وفيها جنينة وتكتيك نمرو خمسة عندنا كلب خايفين لعبت تسرقنا وي أها أنا كيكة قاعد نكذب أمي تحل علي الباب يا وليدي مش قلتك معاش تحكي في التواليت لبسك جنونة لحظة حبي لحظة أنا بعثك من أمين ونجي يا امي يا امي ما عادش تقص عليا وانا نكذب يا امي راني نكذب ليه يا وليدي انت باش تكبر بيك الحكايه لازم نهزك الوقاعه تبخر لك تضرب لك الخفيف تبوس بامبويا من فمها تصرف مشيت الوقاعه انت الكذابه عذر لي فيس تو فيس واعطيتي زوز كفوف قالت لي بروح ما عادش تكذب من وقتها تشوكيت وما عادش نكذب ولي تقول كيف الحق زدت خليت هالدنيا اكثر من اللي كنت نكذب بعد ما داويت صاحبتي كلمتني قالت لي كيفاش تغزر لي وشنو يعجبك فيا نغزر لك عفش ما يعجبني فيك شيء كالسردينة نحي الراس وكور وكان ما جيتش لاباس عليك عمري ما نسوحبك وبزهرك انا بطبيعتي جيت فقير وقصير وبهيم سينو باش نخرج مع واحده كيفك ياسر باشي عخايب قصيناها وتقص لي مصروفي صاحبي استدعاني في نفس النهار باش نتعشى بحذاه مشيت عشيت بحذاه بعد ما تعشينا قال لي اش قولك في ما كلت مرتي ها صنيفه مرتك هذه ياسر خايبه هذه ابتلاء ماهيش مراه صنيفه مدام سامحني تفوح بضبوتك تحرك بيد ميت ياسر ما استناك شنو هو هيك ولدك قليل الحياه وما شبه لكش عنده خشم طارق صاحبنا اللي انت تكرهه طردني خسرت صاحبي في نفس النهار تذكروا الانتخابات بتاع البلديه كلمني رئيس حزب
قال لي باش نرشحوك على القائمة نتاعنا، انت طفل نظيف وما عندكش سوابق، ايش بيه في اول خطاب ليا؟ مانيش نكذب. السلام عليكم. احنا جايين باش نمسخوا الدنيا، مانيش باش ننظفوها. الضوء اي لمبيب المحروقة باش نشوفوا اللمبيب اللي يشعلوا ونزيدوا نحرقوه. رخص وي عندنا رخص، اما لمعارفنا ولاصحابنا. ميرسي. رئيس الحزب راهو متحايل كذاب، هو يخدم بيا وانا نخدم بيكم. شكرا. تبيلكت ملي داويت من الكذب، ما نكذبش عليكم، فديت مشيت عطيتها على الاخر، صارت وانا مروح انا والكهرباء السكرانيين هكا في الكياس، فما دوريه نتاع حاكم في الرومبان سويت روحي، من بعد وقفت هبطت وحدي ما كلمني حد، مشيت للعاون السلام عليكم. قال لي السلام تفضل باش نعاون. قلت له سامحني نورمال ما توقفنيش عليه. قلت له راني نسوق سكران وما عندي حتى ورقه وعندي طرف زطله في كلاستي. عاش في دي برا واسح يا ودي، راني نقول في الحق شم يا يهديك برا. ما حبش صدقني نهارتي اللي قلت الصدق كذبني، دونك بابا رباني عطاني مثل غالط، دونك مش كان الكذب ينجي الصدق انجا وجه، كان الكذب ينجي الصدق واحلى حوله. منجي انت من الاسامي اللي موجوده توا، حتى كان غدوه تخدم ما تخدمش، برشا ناس خدمت وضحكت ومن بعد تفسخت ما عادش فما. انت موجود في التاريخ، موجود في الميموار حتى وما تاع الفنانين اللي كيفي والناس اللي تعزك والناس اللي تحبك، ما نجموش. وانا ديجا باش نقول لك حاجه، كي قلت لبرشا ناس في الانتوراج نتاعي باش نجيب منجي العوني قال لي عصفازه باش تعملها، رانا نحبوه، معناها فما كابيتال حب عند العباد وسمباتي موجود. شيء طبيعي، هو واحد خدم باش يدخل للذاكره الشعبيه نتاع تونس. أي. وقت اللي واحد يعمل دي سيري يضربه ويعمل مسمار مسدد ويعمل نقد في وقت ما فيهش النقد ويتكلم بجوارحه ويكون صادق مع العباد، العباد تحبه. بالطبيعه والله والله نحكي معاك، راهو مش شنو هو ناقصه منجي باش يرجع هكا تو باش نعاود، نحب نعاود نشوفك في التاسعه في الحوار في الوطنيه باعمال ضخمه كيف نكاكا وتشيخنا ونضحكوا، خاطر الضحكه هذه الهاتفه اللي فيها درشنا وفيها الكتيبه وفيها وعي مسرحي نقصت. لطفي الاعمال هذوكم نقصت لانه انا نكتب ونقدم المدير عام ولا غيره في تلفزه الوطنيه ولا غيرها ويرفض الحكايه ذيك لانه هو ستانس بنويه اخرى ولا هو ما يحبش يتعامل، وانا ما ندقش البيبان برشا، نمشي مره بركه. انا عملت كارير كامله باش العباد تعيط لي، انا نمن انه الفنان لازم يكون كيما الملاعب نتاع ليكيب ناسيونال، لازم ملاعب كيب دبل كدا ليكيب ناسيونال تعيط له، مش هو يمشي يشد الصف، يجيش منه توا واحد يقف قدام معلول، بربي يا معلول راني لي غوش بيه، ما تجيش، الفن اللي فيه الثقافه وفيه المسرح وغيره، ايش تحب تعمل اذا كان الناس اللي شد الفن وشد الثقافه مش الكل يتصرفوا كيما يتصرفوا جماعه الغباره، كيما جماعه الغبره. تقولي سكوبار شادد الاعلام في تونس. منجي كان اليوم تلفزه عندها انتيري باش تدخل بيك تو تلفز لا عاد يهمهم لا في منجي لا في لطفي. سيرتو الحرة. وطنية ذيك عندها فلوس تدخلهم الفاتورة نتاع الضوء، واضح؟ التلفز اللي فهمته أنا اليوم حسب تجربتي المتواضعة، تلفز لا عاد يهمه لا في لطفي. لا عاد يهمه تسب فيه وما تسبش فيه. سب غدوة الحوار ألف مرة، كان يعرف روحه باش يعمل بيك أوديمات ويدخل بيك الفلوس. يعيط لك. تو أنا عملت انترفيو عملت 2 مليون دو فيو، في بالك أنت العباد يقراوا فيا شكون أنا؟ مانديلا عملتها بالسبان ما عملتهاش بالفن. مش بالسبان سامحني ماهوش سبان لطفي. بالتحليل عايش بالبوليميك بالتحليل سبان راه وقت اللي واحد يعاير العباد، أنا ما عملتش عركة فوق السطح، أنا عملت تحليل علاش الإعلام خايب وكل شيء. وانا بطبيعتي ثقافتي علاش ما عملتهمش 2 مليون دو في بمسرحيه ولا بسكيتش ولا بحاجه؟ خاطر ما ثماش ماكينه وراك باش تخدم. انا بعد ساعات كي تسكروا علي الماكينات ناخو تليفوني في الدار ونحط قطوس نعمل لك ايه ونخرج كل جمعه سكيتش عاد نعاود نحير. من الاول الديبار يلزموا ماكينه، تسمع فيا؟ الديبار من الاول يلزموا ماكينه، يلزموا منجي العوني وما ادراك اليوم في حاجه للديبار والماكينه. بيان سور شارلو في حاجه الماكينه وكل شيء، مالها كيفاش؟ في رايك انت نعجب 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 وبعد في زعميزه ماش نعجب؟ لا درجة تبدلت الدنيا معناها بدلت الدنيا الامور اللي انت هيك تشوف انت علاش تو تادبت با منجي؟ نحسك كانك قعدت
بالسيستم تاع يزم يعيطوا لي يعمل. اليوم مثلا ما يعيطوا ليش انا، انا نخلق، ها نحكي لك من المنطلق نتاعي. انا ما يعيطوا ليش، مش قاعد مثلا يقولوا لي ايجا باش تعمل ابار لبيسيون هذيا، اما جينيرال ما يعيطوا ليش. انا نخلق، نبدا عندي كروب نتاع عباد ناس، مخرج نعيط له جون نمن مثلا مجدي سميري كان صغير ما يعرفوا حد، خدمت معاه كليب، بعد عملت معاه هابينيس، وبعد عملت معاه بوليس، وبعد منجم ما نقولش انا شهرته، لكن انا من الناس اللي امن بيه وقلت له مش ليه. شو كيفيه انت بالكارير اللي بديتها انت وقاعد تعمل فيها ديفيرونت علي انا، انا الكارير بنيتها انا، ما عملتش علاقات مع عليه، جبت مقاول انا؟ ليه؟ مش جبت مقاول، معناتها انت تعاملت مع برشا عباد ديفيرون وغيره، نحن بدينا وانطلقنا من رويحنا كريمون. ما تشوفش ان الغرور منجي هو اكبر انمي للفنان؟ عنده دخل الغرور. مغرور انت؟ بدايه بتاعي كنت مغرور برشا وبريتونسيو. اي صحيح. وتو؟ توا مازال شويه ما ثماش برشا. بالحق بالحق. والله عندي مازلت عندي البريتونسيون، نحس بروحي لي انا فنان كبير. انت فنان كبير منجي. لا لا انا حس من نحكي فنان كبير حتى في المستقبل مش في الماضي. انت في الماضي وفي المستقبل، مش هذا نقاشنا. مستقبل رياضي بالبرشا. منجي سيريوزمون تعرفني انت فنان كبير، وما جيت هنا الا باعتراف مني ومن الشعب التونسي، من بعد ما نجيبوش فنان مذرح نحن. ميرسي منجي، ميرسي، كان معاك لقاء شيق برشا. الناس اللي تفرجوا فينا وفي البرنامج، ان شاء الله نرجعوا معاكم الجمعه الجايه كالعاده في 9:50 نهار الخميس. وتوا نخليكم مع الموسيقى ذا براذرز. شو كانت حلو الليالي والهوى يبقى ناطرنا، تيجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي والليل. الذكريات يطحن شمس وفي